الأخ العزيز الصديق العزيز محمد بن عيسى، المثقف العربي العابر للحدود، لك مني هذه الكلمات من القلب، وأرجو أن تصل إلى القلب. كان له وقعا سيئا إعلان مؤسسة منتدى أصيلة في مارس 2020 عن توقيف أنشطتها المبرمجة بمرافق المؤسسة حتى إشعار آخر، تفعيلا للإجراءات التي أقرتها الحكومة المغربية في إطار اتخاذ التدابير الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كوفيد-19. مشروع أصيلة الذي يشكل في جوهره رهانا ثقافي تشكيلي وإبداعي شامل، كان لي شرف مرافقة أطوار تشكله ونموه من منتصف الطريق الممتد في زمن يزيد على 4 عقود، كانت كلها عقود ريعان الشباب الذي استمر حتى العام الماضي 2019 بحيوية عالية، ونرجو استمراره على مدار عقود طويلة قادمة. يسعدني أن أرى مؤسسة ثقافية عربية بعمر منتدى أصيلة وبعطائها الجاد مستمرة وقادرة أن تتطور كل عام وتتقدم على مؤسسات أكثر شباباً منها، وهي لا زالت ترفل بعافية العطاء ورونق الإبداع. هذه هي منتدى أصيلة ومؤسساتها التي تساهم اليوم في الاستثمار طويل المدى للثقافة والإبداع الذي داع صيته من أصيلة إلى العالم. نحن بانتظار موسم أصيلة 42 لعام 2021 بفارغ الصبر، ونتقدم من هنا إلى منتدانا بالعطاء لنفوز معه بالنجاح. تحياتي سميرة رجب من البحرين. Thank you.